معتقلات في صنعاء وأخرى في عدن، اختلف السجان واتفقت الجريمة. هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة في شمال اليمن وجنوبه. في صنعاء لم تكتفي ميليشيا الانقلاب باختطاف أبرياء بدون تهم وممارسة شتى صنوف التعذيب بحقهم، بل قامت وفق مصادر خاصة باقتحام عنابر السجن المركزي مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، واقتادت العشرات من نزلاء السجن إلى جهة مجهولة. كانت ميليشيا الانقلاب وفق بيان رابطة أمهات المختطفين قد حاصرت المختطفين داخل السجن ومنعت عنهم الطعام والشراب والأدوية والزيارة، وناشد البيان المنظمات الدولية التحرك العاجل لمنع إخفاء أقربائهم. أما في عدن العاصمة المؤقتة للشرعية فلا يبدو الأمر مختلفا، حيث يقبع العشرات من المخفيين قسرا في معتقلات تتبع الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات. وحسب مصادر حقوقية فإن أكثر من 100 مخفي قسرا في معتقل بير أحمد السري. أولادنا الآن في السجون عاملين عمليات إيش؟ إضراب، إضراب عن الطعام، والسبب الرئيسي إنه المعاملة القاسية التي يتوجهوها فيه، اللي يطلقوها فيه في السجون قسراً، مخفيين قسراً، الأغلبية العظمى ما مخفيين. نريد إظهار أولادنا، نريد إظهار أولادنا. أين الشرعية؟ أين الشرعية؟ إحنا لدينا شرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي. أهالي وأمهات المختطفين والمخفيين قسرا في عدن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، وطالبوا بالإفراج عن ذويهم المخفيين في سجون سرية تابعة للتحالف منذ أكثر من 19 شهرا، والذين بدأوا الإضراب عن الطعام منذ أيام. المخفين، المظلومين، الأبرياء، أي شيء مخفين هذا حرام. إن كان حد عنده شيء حق أخرجوها عبر القضاء يتحاسب، إن عفوا عنه من حقهم يعفون عنه، وإن حاسبوه من حقهم يحاسبونه إذا مخضي، وإن كان مش مخضي كفاية الظلم سنة وخمسة أشهر. المحتجون الذين رفعوا صورا للمخفيين حملوا الشرعية مسؤولية صحة أبنائهم، واتهموا التحالف وخصوصا الإمارات برفض تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم. معتقلات غير قانونية ومختطفون بدون تهم في صنعاء، أمر معهود من ميليشيا الانقلاب. لكن وجود تلك المعتقلات في عدن يطرح تساؤلات عن ماذا يريد التحالف من اعتقال يمنيين أتى لتحريرهم، ولماذا تصمت الشرعية على إهانة مواطنيها.